مهم جدا استعرض مع حضراتكم كمان على مدار الست شهور الاخيره، احنا ابتدينا الموسم ده في شهر ديسمبر، هستعرض مع حضراتكم افضل اللاعبين في الست شهور الاخيره على مستوى نجوم الشهر. هبتدي مع حضراتكم طبعا بشهر ديسمبر اللي بدا فيه النادي الاهلي الموسم الجديد، وشهر ديسمبر كان نجم النادي الاهلي فيه، او نجم شهر ديسمبر كان كابتن علي معلول اللي بدا الموسم بدايه قويه جدا. شهر يناير يمكن الاهلي ما لعبش فيه ماتشات كتير، لكن الحقيقه كانت فرصه لعوده وتالق نجم النادي الاهلي خاتم سليمان، كابتن وليد سليمان اللي حسم الشهر ده لصالحه برصيد 6 نقاط. يمكن برضو مسيره وليد اتعطلت شويه مع نادي السيزون ده نتيجه طبعا لغيابه واصابته وعدم مشاركته في ماتشات كتير. الشهر بتاع فبراير كان شهر المونديال، وده حقيقه ده يمكن كان سبب رئيسي تالق طبعا محمد الشناوي فيه، فانه يحسم لاعب شهر فبراير بالنسبه للنادي الاهلي برصيد 15 نقطه حققها في الشهر ده لوحده من اصل 28 نقطه حققهم الشناوي على مدار موسم كامل. اما بالنسبه لشهر مارس فراح لواحد من المهاجمين المتالقين الحقيقه واللي مقدمين واحد من اقوى المواسم الموسم ده مع النادي الاهلي، محمد شريف. محمد شريف وصل رصيده ل 18 نقطه وكان هو لاعب شهر مارس في الموسم الحالي. شهر 4 حسموا الحقيقه الدبابه الماليه أليو ديانج، وتالق أليو ديانج سمح ليه بان هو يكون في مقدمه اللاعبين برصيد 7 نقاط حققهم في شهر ابريل، وبالتالي كان هو لاعب شهر ابريل. ولاول مره الموسم ده لاعب واحد بياخد لقب افضل لاعب في شهرين متتاليين، كان أليو ديانج برضو اللي نجح فيه انه يحسم شهر مايو لصالحه الحقيقه برصيد اكتر من رائع. أليو ديانج في شهر مايو حسم الرصيد او حسم اللقب بتاع لاعب شهر مايو ب 13 نقطة، وده رقم قياسي برضو بيتحقق، يمكن ما بيقربش منه غير رقم الشناوي اللي حققه في شهر فبراير. دول أفضل 6 لاعبين في تقريبا نص الموسم أو تلتين الموسم حتى اللحظة، معلول، وليد، شناوي، ومحمد شريف، وديانج طبعا كان لاعب شهر إبريل ولاعب شهر مايو، يستحق الحقيقة الدبابة المالية، كان أكتر من ممتاز، كان مؤثر جدا في الفترات الأخيرة. وخليني أقول لحضراتكم أنه أليو ديانج في الشهر ده لعب 6 مباريات، ماتش المحلة فاز فيها مركز أول، ماتش الاتحاد مركز أول، ماتش الزمالك مركز ثاني، ماتش سان داونز الذهاب مركز أول، ماتش سان داونز العودة كان مركز ثالث، وماتش نهضة بركان الأخير طبعا كان مركز ثالث. يعني ما فيش استفتاء في 6 المباريات في شهر مايو خاضهم النادي الأهلي إلا وكان ديانج موجود أيا كان الترتيب. هنستعرض مع حضراتكم أرقام أليو ديانج الحقيقة اللي كانت أكتر من مؤثرة الحقيقة بالنسبة للمراوغات، 11 مراوغة منهم كانت 7 مراوغات سليمة، بالنسبة لاستخلاص الكرة 33 مرة منهم 10 في ملعب الخصم، وكانت الحقيقة أغلب الاستخلاصات دي مؤثرة جدا. يعني بفتكر في 3 ماتشات مهمين جدا للنادي الاهلي، الزمالك وسان داونز ونهضه بركان، كان استخلاص ديانج للكوره سبب في احراز النادي الاهلي لهدف. بالنسبه لقطع التمريرات قدر ديانج انه يحقق 35 مره قطع تمريره سليمه. من ارقام ديانج الحقيقه كمان خلال شهر مايو هو شارك زي ما قلت لحضراتكم في 6 ماتشات، وفي ال6 ماتشات كان حاضر في اختيارات جمهور النادي الاهلي، صنع هدف وحيد. التمريرات الحقيقه بيتمتع بنسبه تمريرات جيده جدا، 366 تمريره منهم 325 تمريره صحيحه بنسبه دقه 89%، ودي نسبه الحقيقه تعتبر عاليه جدا. ديانج واحد من اكثر اللاعبين تاثيرا، الوحيد في سكواد النادي الاهلي اللي قدر يحسم لقب لاعب الشهر لشهرين على التوالي، شهر 4 وشهر 5، ويظل الحقيقه واحد من افضل اللاعبين المحترفين اللي جم في تاريخ النادي الاهلي، ويستحق عن جداره لقب الدبابه الماليه.